بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي الطلاب والطالبات، اليوم درسنا في اللغة العربية للصف السادس قصيدة أمي للشاعر كمال ناصر. قبل أن نبدأ الدرس لا بد أن نعرج على أهداف الدرس، فلو نظرنا إلى هنا نجد أن من أهداف الدرس أن يذكر نبذة عن الشاعر، يقرأ النص قراءة شعرية سليمة. 3 يوضح معاني المفردات الصعبة. 4 يستخرج الفكر الفرعية والرئيسة في الأبيات. 5 يستخرج الصور الجمالية والأساليب. والآن سنقرأ عليكم النص. أرجو أن تكونوا قد جهزتم أنفسكم وفتحتم الكتاب على النص، واستمعوا جيدا إلى قراءة النص. قصيدة أمي للشاعر كمال ناصر. وتصيح بي وتصيح تسألني عن سر آلامي وأناتي، فعيونها في الهم ترمقني وبظلها تعرى حماقاتي. قد هاجها ألمي وروعها حزني وأشلاء ابتساماتي، فمضت تهدهدني وتسرقني بحنانها الظمآن من ذاتي، وتردني ولدا وترجعني طفلا أعاني من شقاواتي. تستلهم الماضي تذكرني أحلى سويعاتي وأوقاتي. كان ذاك هو المقطع الأول. والآن إلى التعريف بالشاعر. الشاعر كمال ناصر ولد في بير زيت عام 1924 ميلادي، واستشهد في بيروت عام 1973. كان أحد المناضلين الفلسطينيين الذين حملوا لواء القضية الفلسطينية. حصل على شهادة البكالوريوس في الآداب والعلوم السياسية، وله عدد من الأعمال الشعرية، والقصيدة التي بين أيدينا يتذكر فيها أمه متغنيا بفضائلها. والآن الفكرة العامة للنص. الشاعر يفتقد أمه التي يحبها ويتغنى بفضائلها التي لا تنسى. المقطع الأول الفكرة الرئيسة. أم الشاعر تتألم لحاله. والآن إليك معاني المفردات. أولا المرادفات. تصيح تصرخ. تستلهم تسترجع. ترمقني تراقبني. تعرى تنكشف. روعها أخافها. هذه بالنسبة للمرادفة. أما الكلمات المتضادة المضاد، الهم السعادة عكسها السعادة، حزني سعادتي، الظمآن الريان، الماضي عكسها المستقبل، وسر عكسها جهل. أما هناك كلمات فنستخرج من الجمع المفرد. أنا، حماقات حماقة، أشلاء شل، طفل أطفال، وسويعات سويعة. وأما الجمع في هذا المقطع سر أسرار،
الهم الهموم، أو قال وقت، ألم آلام، ولد أولاد. شرح قصيدة، والآن إلى شرح المقطع الأول من قصيدة أم الشاعر كمان ناصر للصف السادس. شرح المقطع الأول: في البيت الأول تسأل الأم ابنها عن سبب آلامه وبكائه، أما في البيت الثاني فعيون الأم تكتشف آلام الابن وهمومه. في البيت الثالث يبين الشاعر أثر وجع الابن عند أمه فيجعلها تهيج شفقة وتخاف عليه. البيت الرابع تعمل الأم على تهدئة ابنها والتخفيف عنه لتغمره بحنانها. خمسة: مهما يكبر الابن يبقى في عين أمه ولدا فتنظر إليه على أنه طفل صغير. وفي البيت السادس يقول الشاعر في البيت السادس أن أجمل أيام حياته هي أيام الطفولة. الصور الجمالية الموجودة في الفقرة: بظلها تعرى حماقاتي. شبه الشاعر أمه بالشجرة التي لها ظل، وشبه حماقاته بالإنسان الذي يعرى. روعها حزني، شبه الشاعر حزنه بالعدو الذي يخيف أمه. أشلاء ابتساماتي، شبه الشاعر ابتساماته بأشلاء إنسان. تسرقني بحنانها، شبه الشاعر أمه باللص الذي يسرق، وشبه نفسه بالشيء المادي الذي يسرق. والآن إلى المقطع الثاني. الفكرة الرئيسة: الشاعر يعبر عن حبه لأمه ومصر على تحقيق غاياته. سنقرأ عليكم الفقرة الثانية، أرجو أن تتبعوا معي في قراءة الفقرة الثانية. أماه يا ظلي ومرآتي، أماه يا أغلى صديقاتي، إني أحس الكون يصخب لي، ضاقت ملاعبه بغاياتي. فترفقي أماه واصطبري، سأظل أعدو خلف زلاتي. سألمها في قبضتي وطنا، فوجودها كل احتياجاتي. والآن إلى المرادفات: أحس أشعر، أعدو أجري، يصخب يحتفل، غاياتي أهدافي، زلاتي أخطائي. أما المضاف في هذه الفقرة أغلى عكسها أرخص، ضاقت تسعف أحسن، اصطبري عكسها اجزعي. نأتي إلى شرح قصيدة أمي للمقطع الثاني للصف السادس للشاعر كمال ناصر. والآن شرح المقطع الثاني. أولا، في البيت الأول من المقطع الثاني شبه الشاعر أمه في البيت الأول بأنها مرآته وظله، حيث اعتبرها بأنها أغلى صديقاته. اثنين، يشعر الشاعر بأن الكون يحتفل به، وقد ضاق هذا الكون بغاياته وأهدافه السامية. ثلاثة، يطلب الشاعر في البيت الثالث من أمه بأن تصبر وتترفق حتى يتعلم من أخطائه. أربعة، يشير الشاعر في البيت الرابع
إلى غاياته، وأن وجود الأم يلبي كل احتياجاته. الأساليب اللغوية. أولا التوكيد، قد هاجها، هذا أسلوب توكيد، لأنه قد عندما تدخل على الفعل الماضي تفيد التوكيد. إني أحس، هنا إن حرف توكيد، وإني أحس أسلوب توكيد. النداء في يا ظلي ومرآتي، يا حرف نداء، يا ظلي ومرآتي أسلوب توكيد. يا أغلى صديقاتي أيضا أسلوب نداء وليس أسلوب توكيد. يا أغلى صديقاتي أسلوب نداء، لأن هنا حرف نداء. أسلوب الأمر، ترفقي أمه، هنا أسلوب أمر لأنه بدأت بفعل الأمر. واصطبري أيضا أسلوب أمر. الصور الجمالية، بحنانها الظمآن، بحنانها الظمآن، شبه الشاعر حنان أمي بالإنسان الذي يضمأ. إني أحس الكون يصطب، شبه الشاعر الكون بإنسان يحتفل به. أعزائي الطلاب، أرجو منكم الرجوع إلى تدريبات الكتاب الموجودة في الكتاب صفحة 59 والإجابة عنها. وفقكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.